أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج الثور ليوم الأربعاء 2 مارس أذار 2022. اليوم هتلفت أنظار كل الأشخاص اللي حواليك وتحديدا نحو أصدقائك وكل النشاطات الاجتماعية اللي انت بتقوم بيها أو بتتعرض عليها في اليوم ده. اليوم هيكون كويس لو حبيت انك تعمل حفلة عائلية النهاردة أو انك تحتفل بمناسبة عائلية ما بينكم في اليوم ده، هيكون مناسب جدا وهتستمتع جدا معهم ومع كل أصدقائك اليوم ده. ممكن انك تتعاطى أكتر مع كل مختلف الأعمار بنفس السلالة بتاعتك ونفس عيلتك. النهاردة هيكون في تفاهم كبير جدا جدا ما بينكم، فاستفاد من الوضع ده اكتر فترة ممكن. اليوم في احتمال اكبر انك تتقابل مع اشخاص جدد وانت مش عارفهم من خلال دعوة او حتى لقاء او حتى تطور في معرفتك مع الاشخاص اللي انت او عيلتك. النهاردة هيجيبوه اصدقاء جدد واشخاص جدد هتتعرف عليهم خلال الحفلة اللي انت عاملها عشان تتقابلوا سوا. نصيحتي ليك بقولك لازم تفتح عينيك كويس جدا وتسيب شمس الحياة تدخل قلبك بشكل كبير علشان تنور ليك قلبك، لان اليوم ده هيكون عنوانه نهارك اجتماعي اكتر وفي معارف اكتر، وحتى لو المعارف كانوا قديمة او جديدة هتكون مستفاد منها كتير جدا ومحبزها. بالنسبة ليك النهاردة الوقت هيكون مناسب لو حبيت انك تاخد اي نوع من انواع القرارات المهمة، هتكون رؤيتك واسعة جدا ومنظورك واسع جدا وعقلاني اكتر، فبنصحك انك ما تترددش زي ما انت بتفكر بالظبط نفذ. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة هتحسك كل دوافعك على انك ما تهودش في انك تتمم حبك على اكمل وجه من غير اي نوع من انواع القيود اللي ممكن تظهر فيه. هتبتسم ليك السماء النهاردة وتكون مشرقة جدا على حياتك العاطفية، فبنصحك انك تسيب نفسك ليها وتتبع قلبك اكتر وتستمتع بيه، فما فيش داعي للخوف ولا للشكوى. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة هيكون من الاسهل انك تتعايش مع كل الناس اللي حواليك بشكل كويس. الوقت هيكون مناسب لو حبيت انك تشتغل على انك تقوي علاقاتك مع كل جهات الاتصال الجديدة اللي ممكن تكون ظهرت في حياتك في الوقت ده، واللي انت ممكن تكون بتجريها ومرتبطة باموالك، فاستثمر الجهات دي. بالنسبة لي هيكون الحظ معاك في اليوم ده، فما تقلقش، هيكون عندك جراءة كبيرة والجراءة دي هتبقى لازمة لانك تجري شوية اتصالات هتكون مفيدة ليك على مستقبلك المهني. بالنسبة لتوقعات العشرية الاولى مواليد 21 ابريل لواحد مايو، هتقدر النهاردة النوع ده من الايام بشكل خاص جدا جدا ليك، وحتى لما يتطلب منك انك تبذل الكتير من الجهد في يومك ده بيميل الناس لانك تستمتع بالحاجات اللي هتكون حلوة كويسة في حياتك دي، وهتكون اول من يتبنى الفكرة دي والنهج ده، لكن هيكون ده ايضا سبب علشان تقع في تجاوزات ضارة جدا ليك في حياتك. بالنسبة لتوقعات العشرية التانية مواليد 2 مايو ل11 مايو، لو كنت بترغب في انك تتبنى حيوان اليف النهاردة فهيكون اليوم كويس جدا ومناسب جدا، لانك مش هترتبك اي نوع من انواع الاخطاء وهتاخد القرار السليم. هتكون مشاعرك عندها أهمية قصوى عندك، وسواء بالنسبة لحيوانك الأليف أو حتى للأشخاص هتكون حكيم جدا في قراراتك ليهم، وهتكون عندك اتصالات حلوة جدا وممتازة جدا لكل الأشخاص اللي حواليك، وهتشمل علاقاتك النهاردة تأكيد كبير جدا أكتر من الكلمات اللي انت بتحتاجها أو حتى من الكلمات اللي انت متعود انك تستخدمها في حياتك اليومية. كل حاجة هيكون فيها مظهر حلو والحاجات كلها تترك من غير ما انك تتكلم هتكون مفهومة. بالنسبة لتوقعات العشرية التالتة مواليد 12 مايو ل20 مايو، أصدقائك النهاردة بيخلوا اليوم ده رائع جدا بالنسبة لك. هتلاقي دعم كبير من شركائك وأصدقائك وحتى من أسرتك،
هتكون في فرصة حلوة وممتازة لو حبيت انك تخلي كل علاقاتك النهاردة فيها استقرار كبير جدا، خاصة في المهمة اللي انت بتاخدها في الوقت ده، او حتى انك تتعرف على اشخاص جدد في اليوم ده. هيشجعك الجو لانه الجو هيكون رومانسي جدا وفي جاذبية كبيرة جدا جدا، فاستمتع. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيجي القمر النهاردة في برج الحوت في المساء، وهنكون بنجمع الهام كبير جدا جدا علشان ناخد قفزة إيمانية كبيرة جدا لينا، وهنكون متحمسين لأننا نقتطع وقت كبير للأنشطة السليمة اللي ممكن نكون بنحتاجها والتجددية أو حتى الترفيهية عن حلمنا اليوم ده. ممكن أننا نشارك مع شخص مميز جدا بالنسبة لينا في الموضوع ده، ومع الطاقة القوية في برج الحوت هيكون عندنا فرصة لأننا نجري تغيرات هتكون مهمة جدا جدا في حياتنا في الوقت ده وفي الأسابيع اللي جاية. اليوم أيضا بيدفعنا اجتماع في عطارد وزحل النهاردة أننا نفكر بشكل أكتر ونتواصل بشأن كل الأمور والمسؤوليات والالتزامات الجادة اللي هتكون مرفقة علينا تجاه كل الأشخاص الآخرين اللي حوالينا والمخاوف والمظالم اللي ممكن نكون بنمر بيها مع تقدم اليوم ده. هتعزز قدرتنا النهاردة على أننا نركز بشكل أفضل لأن الظروف هتستدعي أننا نكون مركزين. ممكن تكون في حاجة متزايدة النهاردة للوحدة، وأننا نفكر في أننا نحل مشاكل كتيرة جدا جدا في الوقت ده هيكون مناسب لأن نشوف الحاجات بشكل واقعي اكتر ونقيمها بشكل عملي اكتر ونسعى اننا نحقق نتائج فيها تكون ملموسة. ممكن انه يمثل الجانب ده بداية مشكلة، بداية مشروع جديدة بتتضمن اتصالات حلوة جدا جدا زي الكتابة والتحدث او حتى اننا نعمل تقارير اليوم ده. ممكن يكون في التزام شفهي النهاردة او كتابي او حتى تتعهد بالالتزام. ممكن انك تجرب شكل جديد من اشكال التحقق من الواقع في اليوم ده، فخليك مستعد. مع تقدم اليوم النهاردة هتزداد الشدة عندك، وممكن انك تشعر برغبات قوية جدا جدا انك تاخد القرارات النهاردة وانك تجري فيها تغيرات كبيرة، لكن نفاذ الصبر النهاردة والضغط ممكن انه يزعجوك بشكل كبير جدا جدا. من الناحية المثالية هنعرف ان نخف ومن اين نضغط للمرحلة التانية علشان نحصل على نتائج افضل. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.